كنت قاعد بالخرابة عم احتفل بمشاهدات فيديو رسمة الاربع اقسام اللي فجر اليوتيوب، فروح اسوي لكم القسم الثاني، بس المصيبة انه كلكم اختار كمل بالجزء الواقعي واللي بياخذ كثير وقت بسبب تفاصيله الكثيرة، فتحديت نفسي يا اما بلحق الجزء الواقعي وبنشركن اياه اليوم يا اما بفسخ الرسمة وبوقف السلسلة، لان اذا ما خلصتها اليوم راح تصير تاخذ كثير وقت، فجهزت الرسمة المؤقت ويلا خلينا نبدأ.